واعلم أخي أن قيام الليلة كاملة يحصل للإنسان وهو نائم على فراشه، يحصل له وهو نائم على فراشه. كيف ذلك؟ إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة كاملة. احمد الله على هذه النعمة، احمد يا أخي، احمد الله على هذه النعمة، الحمد لله. تأتي إلى مسجد وتصلي معه ولا تنصرف حتى يتم صلاة التراويح، اعلم أنك قائم الليلة كلها ولو أنت على فراشك، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى في أثناء الليل. فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو قمت فينا بقية الليل. قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. نعمة عظيمة الحمد لله. لو أنت على فراشك، لو ما تقوم إلا للسحور، فأنت كالمقيم إلى آخره. ولذلك أنجب إخواننا أن لا يفرطوا في هذا الأمر، يصلي مع إمام تسليمه ومع إمام آخر تسليمه وهكذا فيفوت الخير. متى أدركك القيام في مسجد فاثبت حتى ينتهي الإمام لتحصل على إيش؟ على قيام ليلة كاملة وأنت على فراشك.